الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وقعت السعودية وحكومة الكاظم اتفاقية للنقل البحري تهدف إلى زيادة حركة المرور للسفن التجارية البينية، وتدعم الاتفاقية المشتركة بين البلدين التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ، حيث تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ. كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر بين الجانبين عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية. ذكرت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية أن سوق العراق للأوراق المالية تصدر أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. وأضافت نشرة أسواق المال أن 11 بورصة عربية سجلت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تقدمتها سوق العراق للأوراق المالية بتسجيل ارتفاع بنسبة 8.84%، موضحة أن قيمة التداول سجلت ارتفاعا في بورصات كل من أبوظبي والكويت والعراق بنسب تتراوح بين 3.57 إلى 19.92%. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 147,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,750 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147,400 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد وزير النفط الحالي في العراق إحسان عبد الجبار نجاح الدول الأعضاء في منظمتي أوبك وأوبك بلس في التعاطي الإيجابي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، مشيدا بالتوافق الجماعي لمواجهة فيروس كورونا والتقليل من حجم تأثيره على اقتصاديات الدول. وأضاف عبد الجبار أن اتفاقيات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية للسوق النفطية أدت إلى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات المعنية في منظمة أوبك والدول الأعضاء من أجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب. تراجعت أسعار النفط الخام في أول تأثير لاتفاق دول أوبك بلس على الإبقاء على سياستها المتمثلة في إعادة الإمدادات النفطية تدريجيا إلى السوق في وقت تزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم. وهبط خام برنت 20 سنتا إلى 71 دولارا للبرميل بعد هبوط مماثل 4 سنتات، فيما هبط سعر النفط الأمريكي 28 سنتا إلى 68.31 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 9 سنتات في الجلسة السابقة. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بشكل طفيف، وسجلت أسعار الذهب في بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخلجي الليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 371,000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 366,000. كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا أيضا عند 341,000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336,000. ختام الموجز، إلى اللقاء.